عمر بتهم كتير من الأشخاص وخاصة السيدات، وأكيد رح نرجع فيها لخيرات الطبيعة وخيرات الأرض ونتعرف على صابون بتشكيل فني ولوني ومفتاح لحياة صحية عابقة برائحة النظافة مع الحرفية أريج علي. صباح الخير أريج، دايما صباحك مميز أريج. حبيبتي شكرا كثير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. البداية معنا تشكيلة من الصابون، في من الحليب والفحم والغار، كثير من الأنواع الموجودة معنا. خلينا نحكي عن طرق صناعتها. تمام، أنا بعمل صابون طبيعي من الزيوت الطبيعية، وبشجع كل الصبايا والشباب يستخدموا الصابون الطبيعي لأنه وسيلة لصحة أحسن، عن طريق أنه نحن نتخلص من المواد التجارية الموجودة بالشامبويات الكيميائية اللي كلها سلفات وكلها مواد مضرة، مثل السيليكون، زيت السيليكون، ومثل الاس ال اس الصوديوم لوريل سولفيت اللي بيعمل كثير اضرار للجسم، خصوصا اثناء الاستحمام بتكون كل مسامات البشره مفتوحه مستعده لتستقبل اي نوع موجود من الشيء المنظف. فالاس ال اس هي ماده موجوده مو بس بالشامبويات، هي ماده موجوده بالشامبويات اللي بتقشط المحركات، وماده كثير كاشطه وسيئه وبتعطي كثير انه امراض للجسم، لسبب نحن لازم نلجا للشيء الطبيعي اللي هو الصابون المصنوع من الزيوت الطبيعيه، مثل صابون زيت الزيتون وزيت الغار اللي مشهوره بلدنا فيهم. وباستخدامنا للصابون الطبيعي مو بس بنكون عم نوفر صحه منيحه لجسمنا، كمان بنكون عم نخلص من العبوات البلاستيكيه الموجوده هلا العايمه المحيطات عبوات بلاستيكيه. أريج خليني اقول لك انه اليوم الشكل عم بيشدنا قبل ما نعرف شو المكونات وشو اهميه استعمالها، بس اليوم للاسف يمكن أريج بتشاركيني الراي انه كثير من الاشخاص عم يلجؤوا للمواد الطبيعيه، يروجوا انه هي مواد طبيعيه تكون يمكن باسعار شوي بسيطه، بتلاقي رواج وانتشار كثير كبير. بنجي على الفوائد، ما بنلاقي فيها فوائد، نحن كيف بنقدر نعرف المنتج الصح وكيف بنستخدمه؟ تمام، هلا بنقدر نعرف شو المنتج الصح من الاستخدام الاول. مثلا العالم اللي بتستخدم الصابون الطبيعي بيجوا لعندي بيقولوا لي نحن اول مره بنتحمم بصابون وما بتحكنا جلده راسنا من بعده، يعني في ادله لانه كثير مثلا زيت الغار وزيت الزيتون وزيت اللوز اللي غنيه بلدنا فيه، يعني بلدنا سوريا مهد الحضارات من اقدم العصور، نحن من اهم منتجين زيت الغار وزيت الزيتون، حتى زيت اللوز، زيت حبه البركه، كل هدول الزيوت المعالجه اللي صار الغرب والدول المتطورة يوجهوا كل شعوبهم يستخدموا هدول المنتجات الطبيعية ويبعدوا عن المنتجات الكيميائية للأسف اللي دارجة كتير عنا ببلدنا. بس مثلا عندك زيت الغار بيعمل تأثير تلطيفي جدا على الأكزيما، على الحكة، على القشرة، بيقوي الشعر. تمام، بيقوي الشعر وبيطلع شعر كتير جديد. للأسف الشامبويات الكيميائية كلها السيليكون، السيليكون بيعطيك تأثير حريري للشعر مثلا أو ملمس حريري للوجه وللجسم، بينما هو عم يتراكم على جسمنا وبيسد المسام، وهو بيعمل حبوب شباب وبيعمل تقصف وعبء على الشعر، بتتقل الشعرة فبتعود بتهر لأنه البصلة ما بتتحمل تقل السيليكون اللي عم يتراكم وما بيروح بسهولة. قد ايه الصابونة هي مميزة؟ احكي لنا عنها، من شو مصنوعة؟ أكيد من شو مصنوعة وقديش أخذت منك وقت وشو الفكرة، يعني شو خطر على بالك تعملي هيك صابونة بهالشكل المميز؟ تمام، هلا أنا كثير بيجي لعندي طلبيات مثلا على ولادة بيبي صغير، فبفضل إني استخدم هدول قوالب السيليكون اللي بيكونوا على شكل قالب. يعني بالنسبة لي بفضل الصمدون. لا هن مو بس للصمد، يعني أنا بعمل صوابين للزينة أكيد، بس هدول صوابين طبيعية 100%، يستخدموا حتى للبيبي اللي هلا بعده خلقان، لانه ما فيهم سلفات ابدا، ما فيهم سيليكون، ما فيهم بروميد، ما فيهم اي شيء مضر، ما فيهم زيوت عطريه. حتى الزيوت اللي انا بستخدمها هي الاسينشال اويلز اللي هي المقطره تقطير من النبات، فكلها فوائد للانسان. وحتى بضيف له ماء الورد، سوريا من اغنى البلاد بالورد الطبيعي، الورد الدمشقيه عم تتصدر لكل انحاء الكره الارضيه، يعني اغلى من وزن الذهب هو زيت الورد الدمشقي. فكلهم هدول انا بضيفهم على الصوابين تبعي، هاد عاملته من حليب الماعز وكمان من الزيوت الطبيعيه اللي هي. طيب اذا بدنا نحكي عن هاي صابون الفحم، شو ممكن يفيد وشو كمان؟ تمام، ومثل شكل الورده كمان موجود معنا،
فحكي لنا عنه، شو فوائد الفحم؟ هلا الفحم النشط هو الاكتيفيتد شاركول، الفحم النشط الطبي، اكيد مو فحم الارجيله. في عالم بتقلي هذا فحم ارجيله، اكيد مو فحم ارجيله، هذا الفحم الطبي النشط اللي يستخدم من اقدم العصور لتخليص الجسم من السموم، حتى فمويا يستخدم في حال انسان تسمم او شيء، بيعطوه فحم نشط كرمال يسحب السموم من جسمه. هذا يستخدم لسحب السموم اللي متراكمه على الوجه من سموم المكياجات والاشياء الصناعيه، من بيعالج حب الشباب. هذا طبعا ضايفت له زيت شجره الشاي الاخضر كمان معالج لحب الشباب. خلينا نقول انت نحن بنقدر نلمس نتائج، في ناس صبره قليله يمكن بيقول لك انه استعمال استعمالين انا ما لقيت الفرق بترك وخلص ما منيح القطع، دي هي استعمالها ممكن نلاقي فعلا نتيجة. المنتجات الطبيعية لازم نصبر عليها لأنه مؤكد رح تعطي نتيجة سليمة بالنهاية، بينما المنتجات الكيميائية بتعطيكي نتيجة كاذبة من أول استخدام وثاني استخدام، بينما هي إلى كتير تأثيرات سلبية على المدى الطويل وبتتراكم بأجسامنا. وقد ما كانت مناعة الجسم قوية ما رح يقدر الجسم يتخلص لا من السلفات ولا من البروميد اللي بيمنع امتصاص بيمنع امتصاص اليود من أكلنا، اللي هو بيسبب خربطة لإفراز الغدة الدرقية، وهو هذا أهم مكون يعني مسببات السرطان. لسبب نحن نحافظ على خلايانا، نحافظ على جسمنا، نحافظ على البيئة، لأنه باستخدام هيك شيء نحن بنخلص كمان من العبوات البلاستيكية اللي حكيت عنها قبل، أنه أحيانا بتضل 450 سنة لحتى تتحلل الأسماك عم تاكل البلاستيك. فنحن عن طريق هاي المواد الطبيعية أول شيء عم نخفف عبء على جسمنا وعبء على الكوكب البيئة. أكيد. خلينا نرجع لصابون الغار، كمان شكل مميز، خلينا نحكي عن فوائده. تمام. قديش هو مهم بكل حمام، الحمام المغربي كمان قديش مهم. تمام. يكون موجود صابون الغار، احكي لنا عن فوائده اكثر. تمام. للشعر وللبشره ولكل شيء. من اقدم العصور من الحضارات اليونانيه واقدم العصور كانوا بيعرفوا قيمه شو هو زيت الغار وبيعرفوا قيمه ورق الغار، لهيك كانوا يتكللوا الابطال بالغار على طول، وتتجدل اوراق الغار وتنحط على قبورهم. زيت الغار وجوده بالصابون اولا يعتبر اروما ثيرابي لحاله، الريحه العطريه اللي بيعطيها هو علاج للصداع، بيعطي ريلاكسيشن بالحمام، هي يعني بس الروائح تبعه وشو الطاقه الايجابيه اللي بيعطيها الغار، هذا نمبر 1. بتيجي ثاني شيء بيعطيكي النعومه للجسم، بيعطي تنظيف رائع بدون ما يسحب الزيوت اللي هي بتعطي الرطوبه للجسم، بينظف بدون ما يخرش. لهالسبب الصابون الغار يعني انا بشجع كل العالم تستحم فيه. طبعا انا بعمل كثير انواع من صابون الغار، بعمل غار لحاله مثلا، بعمل غار مع فحم، هذا الغار مع الفحم للعالم اللي عندها حبوب شباب بظهرها بزنزه بجسمها يعني، وكمان الغار مع الفحم كثير بيسحب السموم من جلده الراس بالقشره. الغار والفحم فينا نستخدمه على الشعر تماما ولا الغار بس بدون ما يكون موجود؟ لا انا بشجع العالم تستخدم الغار مع الفحم على الشعر كمان. هلا ممكن الصابون الطبيعي يسبب شويه نشافه للشعر، نحن فينا فورا نتفاداها بانه اخر زوم من الحمام نعمل خل تفاح طبيعي من خيرات بلادنا، بلادنا يعني من اكثر المنتجين للتفاح الطبيعي، وكثير عندنا هيك بنكون عم نامن فرص عمل للعالم الموجوده وبندعم الاقتصاد الوطني لما بنستخدم هي الزيوت اللي الغرب هلا كل التوجه عليها. والخل التفاح الطبيعي لما نستخدمه آخر زوم بالحمام بيرجع الشعر بيتعدل البيقاتش تبعه وبيطلع كتير ناعم وبيطلع كتير ظريف أحسن بكتير، وبيعمل ديمومية أكثر بكتير من لو أنه عم نستخدم شامبو كيميائي بحجة أنه هو بيعالج القشرة أو غيره من الـ فرح شو بتستخدمي من أنواع الصابون؟ أنا كتير حبيت الغار، دائما بكل حمام بالشام خلينا نقول تحديدا لازم تكون صابونه الغار موجوده. تمام. هي نحن تربينا عليها يمكن انه هي لازم تكون موجوده، بس هلا بتحسي مثل ما قالت انه شوي هي بتنشف الشعر قل استخدامنا لها، بس اذا في حل مثل خل التفاح فعلا هو شيء كثير مهم انه نحن نحافظ على هي الخلطه الطبيعيه وبنفس الوقت نحافظ على نعومه الشعر. تمام. يعني بيجوا لعندي بيقولوا لي شعري عم يهير، الا اول شغله بليز وقفي انه تستخدمي اي شامبو صناعي، لانه الشامبو الصناعي له تاثير كاذب، وبينما الصابون الغار هو اللي بيعالج كل مشاكل الشعر، حتى لو نشف الشعر شوي نصبر عليه. أكيد. شوي ونستخدم خل التفاح لانه هو اللي بيعمل انبات لشعر جديد. كيف ملاقي الاقبال على الصابون الطبيعي؟ رائع
ألف الحمد لله كثير رائع. أنا شاركت بمعرض دمشق الدولي وكان الإقبال أكثر من رائع وشرف كثير كبير. هل الأسعار كانت مناسبة للجميع؟ طبعا الأسعار كثير ريزنبل لأنه يعني المواد كلها من سوريا واليد العاملة من سوريا، نحن هيك بنكون عم نوفر إنه نجيب شيء مستورد من برا، فإنه لما نستخدم شيء من خيرات بلادنا ومن أعشاب بلادنا، يعني أهم علماء الأعشاب بالكرة الأرضية بيحكوا عن الأعشاب الموجودة بسوريا لهالسبب، هي يعني لازم نستغل هذا الشيء، من البابونج، من الميرمية، من إكليل الجبل، كلهم طبعا أنا بضيفهم على الزيوت الطبيعية اللي أنا بحطها، بنقع هاي الأعشاب من جبال بلادنا وبحطها بهاي الزيوت وبعدين بعمل الصوابين. كثير فكرة حلوة وكثير يمكن بدها رواء وبدها طولة بال، بدها فن. يعني سمر مثل ما نعم نشوف الشكل لحاله بشدك تسألي عنها، تسألي عن مقوناتها وتشتري أي قطعة فيها. أكيد أي شكل لفت نظرك أكثر شيء حبيتي؟ حبيت البيبي، حبيته كثير، وفي أشكال الورود كمان كثير حلوة. تمام، أكيد منتشكرك لوجودك معنا، منتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر. شكرا كثير لإلك.